بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني اتعود لما تيجي تدخل دايما على عصافيرك عشان خاطر تأكلها تشربها تعمل معاها أي حاجة، لازم أول حاجة تعملها تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا تقول لي بقى دواء ولا تقول لي عصافير عيت وعصافير أحط لها إيه فيتامين إيه وكالسيوم إيه وكلام من ده. صدقني لما تيجي تدخل على عصافيرك اتعود انك تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده مكتوب حتى في القرآن، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني لازم ان انت لما تيجي تدخل على عصافيرك تسمي بسم الله، بسم الله هتزيد البركة عندك بإذن الله. النهاردة ان شاء الله انا هتناول مع حضراتكم موضوع مهم جدا عن عصافير الكوكتيل. ايه هو الموضوع اللي انا عايز اقولك عليه النهارده ان شاء الله؟ هو ان ليه العصفور كوكتيل بعد ما بيطلع من البيضه بيوم او يومين بيموت، ودي بنلاحظها كتير قوي عندنا. بعد ما انت بتصبر على العصفور لما يبيض ولما يرقد على البيض 18 يوم او 21 يوم، وتبقى انت صابر وفرحان وتقول يا رب ربنا يرزقني منهم، تبص تلاقي الزغاليد تطلع، تبص تلاقي يوم يومين يموتوا. طيب ايه السبب وايه الحل للموضوع ده؟ السبب اللي بتكون النتايه راقده على البيض 18 يوم، وبتكون في عفونه عندها في الحويصله بتاعتها. العصافير ما عندهاش حاجه اسمها معده زينا، لا عندها حاجه اسمها الحويصله اللي هي البالونه اللي قدام دي اللي بيبقى فيها الاكل، دي بيكون فيها عفونه. ليه؟ من كتر المده اللي هي قاعده على البيض مده طويله فبتكون فيها عفونه، تيجي بعد كده هي تاكل وترضع، يعني تزق العصفور، اسمها بنزق العصفور باللغه بقى بلغه اللي مربين، يعني تيجي تزق العصفور الصغير ترضعه تلاقي العصفور على طول العفونه دي بتنزل جواه، ما بيستحملش عشان هو ضعيف، المناعه بتاعته بتكون قليله جدا فبيموت. طب الحل ايه؟ الحل ان انت قبل البيض ما يفقس بخمس ايام تحط في المسقه، في المسقه اللي انتوا شايفينها دي اللي محدش يجيبها من السوق ابدا، ها؟ تحط فيها ايه؟ فلاجيل. الفلاجيل دوت كلنا عارفينه اللي هو مطهر البشري، تمام؟ ده بنديه الاطفال عندنا عشان خاطر يعني ده مطهر حلو جدا جدا للمعده. فانت قبل ما تفقس العصافير بخمس ايام تحط قد نص معلقه في المسقه ديت، تمام، وتسيبها لمده خمس ايام. يعني طبعا انت بتغيرها طبعا يوم ويوم، بتغير الميه ديت يوم ويوم، بس كل ما تيجي تغير تحط في الفلاجيل، تمام. وبعد الفأس، يعني قبل الفأس بخمس ايام وبعد الفأس كان بخمس ايام، هتبص تلاقي ان شاء الله العصفور عندك الزغلول مش هيموت. طيب بعد الخمس ايام ما يخلصوا بقى هتحط الميه ديت، تحط ميه عاديه خالص من غير اي حاجه يومين، وبعد كده اهوت بعد كده هتحط على الميه فيتامين، فيتامين في اسمه فيتامونت، بيتباع برضه في الصيدليه البشري. الفيتامونت دوت فيه كميه كويسه جدا جدا من الفيتامينات، ده مفيد جدا جدا للزغاليل. تبدا بقى تحط في الفيتامون دوت طول 3 4 ايام، طبعا بقى مع البيض المسلوق بالبقسماط ومعايا، مع طبعا جرجير بسيط مع الاكل الاساسي بتاعهم البركم والفريز والجنيبه، وان شاء الله ربنا هيبارك لك وهيبارك في عصافيرك باذن الله. اما موضوع المسألة اللي انا شاورت عليها دي، بيقولوا عليها في السوق انها ما بتتكسرش، دول كدابين، بتتكسر، بتقع على الارض بتتكسر، والقعده دي كمان نفسها بتتكسر. اتمنى من حضراتكم يكون الفيديو عجب حضراتكم ان شاء الله، واتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.